جامعة الراية. الحمد لله العلي الأرفق وجميع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ست سنوات مضت، استطعنا خلالها التحول من معهد إلى جامعة تنشر العلم والفضيلة وتنير الطريق. إنها جامعة الراية، إنها منهاج حياة. نحن نقف الآن أمام صرح كبير يحمل تاريخا يستحق التقدير والإعجاب. المنطقة سوكابومي، الدولة إندونيسيا، الحدث احتضان جامعة الراية. على مساحة تقدر بمئة وخمسين ألف متر مربع، منحت محافظة سوكابومي هذه الأرض لمؤسسي معهد الراية إيمانا منهم بالدور الفعال للعلم في الارتقاء بالإنسان. نحن في معهد الراية فعملنا المقابلة لطلاب الجدد، فقبلنا في هذه السنة 300 طالب و 100 للطالبة، فهم الحمد لله جاءوا من مناطق شتى في إندونيسيا، والآن بدأوا يدخلون في هذا المكان وهم لا يعرفون اللغة العربية، وسيدرسون كلهم في هذا المكان هذه اللغة وعلوم الدين وعلوم الشرعية وعلوم الدعوة وغيرها من العلوم الإسلامية. نقوم في هذا المعهد المبارك بتعليم الطلاب العلوم الشرعية من أجل إعدادهم كدعاة لنشر الدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة في كل الجزر الأندلسية. بالفعل لم يخيب مسؤول معهد الراية ظنهم للحظة، فمنذ البداية كانت الرسالة والرؤية واضحتين، فإعداد طلبة العلم والدعاة والمعلمين للدعوة إلى الله وفق منهج شرعي ولغوي متميز كان هدفهم. يحسب لمعهد الراية سابقا، جامعة الراية حاليا، وجميع العاملين بها الإصرار على أهدافهم وفق الخطة المناهجية التي رسموها منذ البدء في غرس عقيدة أهل السنة والجماعة وبث روح التدين في نفوس الطلاب. توجد في إندونيسيا جامعات كثيرة، جامعات شرعية وإسلامية، وجامعات إن شاء الله تقوم بدور جيد، لكن على غرار ما هو موجود في المعهد من قوة علمية ورصانة وبقاء الطالب في الداخل ومنهج قد يكون قليل في إندونيسيا. أيضا الطلاب الذين يتخرجون من المعهد كثير منهم لا تتوفر له فرصة، أو أكثرهم لا تتوفر له فرصة السفر إلى خارج إندونيسيا للدراسة في الجامعات الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي. نعم، أعداد قليلة تتوفر له منح في الجامعة الإسلامية، جامعة الإمام في الأزهر كذا، في جامعة عامس، لكن الغالبية العظمى لا تتوفر له هذه المنحة. فمنها هنا جاءت فكرة إنشاء كلية للشريعة والدراسات الإسلامية في داخل المعهد، تمشي على غرار المعهد وعلى غرار سياسة المعهد، وتم هذا ولله الحمد، وفق الله القائمين على هذا الصرح العلمي المبارك لإنشاء كلية للشريعة والدراسات الإسلامية، بحيث تحتوي الطلاب الذين يتخرجون من المعهد ويريدون إكمال دراستهم في هذه الكلية. وبالفعل تم بناء الكلية وتم إنشاء سكن يحتوي الطلاب مع كافة الخدمات والمرافق الموجودة في المعهد. تم توفير البيئة المناسبة لطلب العلم واكتساب الأخلاق والأخذ بالآداب الشرعية وتمكين الطلاب من تعلم اللغة العربية لأجل تحصينهم ذاتيا وتأهيلهم معرفيا وتعريفهم بخطر المذاهب المنحرفة. تعلمت في هذا المعهد المبارك من العلوم الشرعية، من الفقه والتجويد والقرآن والتفصيل واللغة العربية، وكذلك تعلمت اللغة العربية، وكنت لا أفهم المعاني
الموجود في القرآن. فلما تعلمت اللغة العربية بدأت أفهم شيئا فشيئا. أهم ما تمتاز به جامعة الراية أنها تضم مباني تعليمية متكاملة داخل حرم جامعي مجهز بكامل الخدمات، مما يوفر الجميع البيئة المناسبة للتعلم، خصوصا وأن الجامعة تقع في منطقة جبلية تمتاز بالهواء النقي والمناظر الجميلة البعيدة عن التلوث والضوضاء. احرص على فهمك للقواعد، جامعة المسائل شوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتكتفي سبل الذي قد وفق. توفر الجامعة أحدث المعدات والأجهزة التقنية التي تساعد الطالب على اكتساب المعارف بأسلوب جذاب وممتع، إضافة لتوفر مكتبة ضخمة تحوي آلاف الكتب والمجلدات فوق رفوفها لتكون مرجعا مناسبا في عملية البحث واستخراج المعلومة. لم يقتصر جهد مسؤولي جامعة الراية على الطالب، بل شمل ذلك الاهتمام بالمعلمين، فالجامعة تقوم باختيارهم بعناية فائقة من مختلف أنحاء إندونيسيا ومن البلاد الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والسودان، وتوفر لهم سكناً عائلياً مجهزاً بكل وسائل الراحة. ولكي يقبل طالب العلم على الدراسة بتفرغ تام، تحملت الجامعة جميع تكاليف الدراسة، وذلك بتوفير الكتب الدراسية التي يحتاجها الطالب، إضافة إلى السكن المهيئ والنفقات العلاجية والغذاء وخدمات غسل الملابس. كما تقوم مؤسسة الراية المنبثق منها الجامعة بابتعاث الطلبة المتميزين علميا للدراسة خارج إندونيسيا في الجامعات المتخصصة في البلاد الإسلامية كالجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وجامعة الأزهر بمصر وجامعة أم درمان بالسودان. لم يقتصر دور جامعة الراية على المناشط الصفية فقط، بل شمل اهتمامها الأنشطة الثقافية والرياضية والندوات الثقافية والمسابقات المتنوعة والرحلات والمخيمات وغيرها من الأنشطة التي تعمل على تنمية المواهب لدى طلاب الجامعة من الجنسين وفق خطط مدروسة معدة من قبل مسؤولي النشاط بالجامعة. نحن من قسم النشاط الطلابي في جامعة الراية نقوم بالعديد من البرامج، أذكرها على سبيل الإجمال: أولاً الدروس المسائية التي تقام بعد العصر إلى الساعة الخامسة في كل مساء في 4 أيام، يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس. وأما يوم الأحد ويوم الأربعاء فيكونان للرياضة المبرمجة، وكل هذه البرامج يستفيد منها الطالب في جوانب التربية التي تقوي يعني مهاراتهم وقدراتهم حتى يصير الطالب شخصياً قوياً ويستعد لمواجهة العقبات عندما ينزل إلى مجتمع في الدعوة. من الناحية المعمارية تمتاز مباني جامعة الراية بالفخامة، فتتكون من مباني تعليمية تحوي بداخلها القاعات الدراسية، إضافة إلى مكاتب المحاضرين والإداريين، كما يوجد مبنيان لسكن الطلاب تصل سعتهما الاستيعابية إلى 1500 طالب.
إن أبرز معالم جامعة الراية هو جامعها الضخم القائم في عظمة وشموخ وسط حرم الجامع. يتسع هذا الجامع 3000 مصلى تعقد فيه المحاضرات والندوات، ويلقي فيه الطلاب كلمات دعوية تساعدهم في التدرب على الإلقاء والخطابة، إضافة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تنتشر في جنباته، مما جعله خلية نحل تجذب طلاب الجامعة بكافة مراحلهم الدراسية. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لم تقتصر جهود الجامعة في تعليمها للطلاب الذكور، بل شمل ذلك الفتيات، لعلم مسؤولي الجامعة بأهمية دور المرأة في بناء الأجيال. خصصت الجامعة مبنى مهيأ تتعلم فيه الطالبات بخصوصية تامة، يضم قاعات دراسية ومكاتب للمعلمات، إضافة إلى قاعات التدريب التي تقام فيها دورات الحاسب الآلي والخياطة والطهي وباقي الأعمال المنزلية، كما توفر مبنى سكنيا معدا خصيصا للطالبات يتسع 600 طالبة. فعدد الطلاب المجموع في هذا المعهد في هذه السنة العام الدراسي 2014-2015 هذا 620 طالبا وطالبة للمعهد وكذلك للكلية، فهم الحمد لله كلهم موجودين ويسكنون في داخل المعهد ويشاركون جميع البرامج التي وضعت من قبل المعهد، سواء كان البرامج الأمسية أو برامج إضافية أو برنامج ثقافية. فهذه البرامج كلها إن شاء الله تعالى سيتكلمها من قسمه الخاص في فترة القادمة بإذن الله تعالى. تمتلك جامعة الراية علاقات وطيدة بالمجتمع الخارجي، وذلك بتفعيلها للأنشطة الدعوية والاجتماعية خارج الجامعة، حيث تعقد الدورات الشرعية واللغوية وتقيم دروسا أسبوعية في عدد من الجوامع، إضافة إلى إلقاء خطب الجمعة في المساجد القريبة، وتساهم في توزيع لحوم الأضاحي وإقامة موائد إفطار الصائمين وطباعة وتوزيع المنشورات الدعوية. إن من أروع البرامج الموجودة في جامعة الراية برنامج الرحلة الدعوية. بهذا البرنامج أرسلت المؤسسة طلابها إلى المناطق النائية في إندونيسيا التي تكثر فيها الكفار بأنشطتهم الدعوية. على سبيل المثال جزيرة بابوا، هذه الجزيرة في إحدى مدنها يفوق عدد النصارى هنا على عدد المسلمين، وكان عدد النصارى هنا 70% من عدد السكان، وأما عدد المسلمين فعكسها وهي 30%. فبالرحلة الدعوية ترسل هؤلاء الطلاب إلى تلك المنطقة ليكونوا دعاة إلى الله عز وجل. جامعة الراية صرح تعليمي ضخم يحمل على عاتقه إخراج جيل من الشباب على درجة كبيرة من الوعي وفق منهج وسطي معتدل وتأهيل علمي مناسب لنشر الدعوة الإسلامية في كل أنحاء إندونيسيا. أبدأ بالحمد مصلياً على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتوحد. تخرج من جامعة الراية أكثر من 800 طالب وطالبة يدينون للجامعة بكل ما تعلموه من علم وأخلاق. آن الأوان أن يردوا الجميل وينشروا كل ما تعلموه في كل أرجاء الأرض.
جامعة الراية ليست مجرد صرح تعليمي، إنها منهاج حياة. منهاج حياة. منهاج حياة. منهاج حياة. منهاج حياة. منهاج حياة.